الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المناطق السكنية العشوائية بالقاهرة لتوفير السكن اللائق للمواطنين. السيسي يوجه بالتنسيق بين أجهزة الدولة لتعظيم المقاومات السياحية بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين. تقارير دولية تكشف عن دعم قطر للإرهاب والتنظيمات المتطرفة وعلى رأسها القاعدة. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رضي بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة في محيط محافظة القاهرة، حيث وجه الرئيس باستمرار جهود بهدف تغيير واقع تلك المناطق وتوفير السكن اللائق للمواطنين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقاومات السياحية العالمية الفريدة والتي تتميز بها منطقة محيط جبلي موسى وسانت كاترين، ولخروج مشروع تجلي الأعظم فوق أرض السلام على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول أيضا استعراض مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة والموافق 6 أكتوبر 2020. ووفقا للقرار الجمهوري، تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار. كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلي للتابلت وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة وفق معايير واضحة تتمثل في توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60% وجودة المنتج، وذلك على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواصفات الفنية والتي تطلبها في المنتج. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لبحث خطوات توطين صناعة التابلت في مصر بحضور وزراء التربية والتعليم والاتصالات ووزير الدولة للإنتاج الحربي ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 20 حالة وفاة. أشار دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى ارتفاع حالة الشفاء من مصابي الفيروس إلى 89,532 حالة وخروجهم من المستشفيات. كشفت تقارير دولية ومنظمات عالمية عن دعم قطر للإرهاب والتنظيمات المتطرفة على رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي ومن بعده تنظيم داعش والحركات المسلحة الأخرى في المنطقة. بحسب التقارير فلا تزال قطر تواصل دعمها للجماعات المتطرفة من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة ومحاولة السعي لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين. في المقابل كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعد أن الدوحة وفرت الملذات الآمنة للعناصر الإرهابية وظهور الإعلامية عبر شاشة الجزيرة والمنصات القطرية الأخرى في الوقت الذي كانت الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية تحارب هذه العناصر الإرهابية والمتطرفة.
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل. هذا وأكد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي سيعطي صلاحيات للرئيس المنتخب والذي سيختاره الشعب، مشددا على أنه إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا تبقى بلاده في الغموض الذي كان سائدا من قبل بحسب تعبيره. قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب إن لبنان لا يملك طرف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ودعا أديب في بيان له جميع الأطراف لتسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين تكون قادرة على وقف الانهيار وإخراج البلاد من أزماتها، كما دعا جميع الأحزاب للعمل على إنجاح المبادرة الفرنسية على الفور، مشددا على أن أي تأخير إضافي سيفاقم الأزمة ويعمقها ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر والدولة نحو المزيد من العجز. بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارة إلى الإمارات تستغرق يومين على رأس وفد رفيع المستوى. أوضحت وكالة الأنباء السودانية أن البرهان سيعقد خلال الزيارة مباحثات مشتركة مع المسؤولين الإماراتيين حول كافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني، مشيرا إلى أن وزير العدل السوداني سيجري مفاوضات مباشرة مع فريق من الإدارة الأمريكية متواجد في الإمارات حاليا حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الفترة الانتقالية. يواصل النظام القطري تطبيق نظام العنصرية ضد السيدات القطريات، كما تواصل الدوحة رفض منح الجنسية القطرية لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، وهي مشكلة مستمرة منذ عقود، بينما يمنح الجنسية لأبناء القطريين المتزوجين من أجنبيات. قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا، وحذر في تصريحات له من احتمال فرض إجراءات العزل العام للمرة الثانية إذا لم يتبع المواطنين القواعد الحكومية لوقف انتشار الوباء. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 363 حالة وفاة. أظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البرازيل تجاوز 4.5 مليون حالة، ما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالمياً بعد الولايات المتحدة والهند. قالت السلطات الصحية الفرنسية إنها سجلت أكثر من 10500 حالة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 12 حالة وفاة. ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 453 ألف حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 31 ألف حالة. رياضيا، تقام اليوم الاثنين أربع مباريات في الجولة 28 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالهما إنبي مع ضيفه الإسماعيلي، ويحل وادي دجلة ضيفا على طلائع الجيش، ويستقبل سموحة فريق المصري، كما يلعب بيراميدز مع حرس الحدود. استهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. تعد هذه أول نقطة للريال حامل اللقب هذا الموسم، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع. عاد ليفربول بانتصار ثمين من ملعب ستانفورد بريدج بالتغلب على تشيلسي بهدفين دون رد في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ثنائية ليفربول ساديو ماني في الدقيقتين 54 و54 ليرفع الريدز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر. وصلنا لختام هذا الموجز، وفي الختام نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11.785 رأسي. شكرا لكم.